57 وهذه صورة تذكارية للملك المرحوم الحسن الثاني وهو يساهم بدوره في بناء التاج ديال الإقامة العامة بإيمو زر الموشا في عهد الاستعمار. تشبهت يعني أصحاب هذه الشاحنة بالمبادئ والقيام ديال المقاومة وجيش التحرير ديالو كان من 1631 ل 1636 يعني خمس سنين تم تأسس الدولة العلوية الشاحنة. أول حاجة طارت انتباه ديالي أنني شفت صور ديال النساء من المقاومين وهذه هي المرأة اللي بغيناها تكون مغربية مقاومة حرة. نعم الله فرا كانوا هما كيصنعوا أسلحة يدوية باش كيرعبوا العدو. قام السلطان محمد الخامس بزيارة طنجة مخترقا الحدود الوهمية. 50 يعني الصورة كتعطيك فترة ديال الحكم ديال هذا المولى وكتعطيك نبذة على التاريخ. إخوان بعد ما درنا الجولة ديالنا في إيمو زر مرموشة والصراحة السي أحمد عطانا بزاف ديال المعلومات وعطانا التاريخ ديال إيمو زر مرموشة والمميزات السياحية ديالها والمميزات الثقافية. فرا صدفة كنلقاو هذا المتحف في الخرجة ديال إيمو زر مرموشة وتلاقينا مع الاسم ديالك الصبي محمد شرفي الصبي محمد موظف في الفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بإيمو زر مرموشة. وبهذه المناسبة فرا غادي يدير بينا واحد الجولة في هذا المتحف إن شاء الله باش نكتشفوا على التاريخ ديالو ونتعرفوا على التاريخ ديالو ونكتشفوا مزيد من الخبايا حول إيمو زر مرموشة وغادي يعطينا مزيد من المعلومات حول المتحف والتاريخ ديالو إن شاء الله. فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بإيمو زر مرموشة افتتح الأبواب ديالو يعني في 2009 في إطار واحد الاستراتيجية لإحداث الفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في جميع ربوع المملكة. كان هذا الفضاء تاريخيا كان كيحتضن الإقامة العامة المركز ديال الإقامة العامة بإيمو زر الموشا في عهد الاستعمار يعني وتحول إلى إدارة يعني ديال الداخلية وزارة الداخلية بالمغرب يعني احتضن مجموعة ديال القياد كان مركز ديال القيادة هنا بإيمو زر الموشا توصلت 2009 وتم تفويت ديالو للمندوبية السامية واللي هو تم إحداث الفضاء هذا الفضاء الذاكرة التاريخية. هذا الفضاء كيضم مجموعة ديال القاعات الأساسية قاعات العرض المتحفي هي هذه اللي احنا أمامها وكاينة مكتبة يعني مكتبة يعني كتجيب التلاميذ والمؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني وكاين واحد قاعة الإعلاميات من هي وكاين قاعة متعددة التخصصات كتحصد الندوات والأيام الدراسية إلى آخره بمناسبة الذكريات الوطنية وبمختلف المناسبات وهو كيفتتح الأبواب ديالو للجميع يعني مجانا غراتويتمون يعني دابا كنشوفوا هاد القاعة قاعة العرض المتحفي كما كتسمعوا الاخوان فراه الدخول هنا مجاني يعني الا كنتي جيتي لإيمو زر مرموشة اولا مدوزاك الطريق من إيمو زر مرموشة فراه ما تنساش تستغل هذه الفرصة وتجي تتعرف على هذا المتحف التاريخي اللي كيشهد على المقاومة وعلى بزاف ديال الامور اللي تاريخية. وبهكذا كندخلوا للمتحف رسميا باش نكتشفوا دخلت يبان داكشي تبارك الله زوين. اذا هذا القاعة العرض المتحفي كتضم ثلاثة الأروقة أساسية رواق سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة منذ التأسيس إلى الآن يعني منذ تأسيس الدولة العلوية الشريفة من طرف مولاي علي الشريف بن علي 1631 1636 يعني هذا مجموعة من الصور يعني مرتبة هذه الصور كترسخ التاريخ ديال المغرب تاريخ الدولة العلوية الشريفة منذ التأسيس إلى حدود الآن منذ التأسيس. أيضا مع مرافقة مجموعة من النوبات التاريخية كتحكي عن المنجزات ديال كل سلطة يعني والفترة ديالو باش كانت كتميز إلى آخره. هذا الكم الهائل ديال هاد الملوك هما اللي تعاقبوا على الدولة العلوية الشريفة يعني حكم الدولة يعني حكم الدولة العلوية الشريفة 22 الصورة اللي حد الآن 22
22 صورة تبارك الله، وكل صورة عندها تاريخ، وكل صورة عندها يعني الأهداف، الأهداف اللي قام الأهداف والظروف اللي فاش حكم واحد السلطان كتحكي لها أخي. مولاي علي الشريف بن علي، مولاي الشريف بن علي الحكم ديالو كان من 1631 ل 1636، حكم 5 سنين. تم تأسس الدولة العلوية الشريفة مولاي محمد بن الشريف مولاي راشد. هذه الفترة هذه كتسمى الفترة التأسيسية، يعني الفترة التأسيسية بين طرف مولاي محمد بن الشريف ومولاي راشد بن الشريف، يعني وكتجي فترة ديال حكم الدولة العلوية من طرف مولاي إسماعيل. هذه اللي عرفها المغرب، واحد الازدهار، واحد التوسع الى اخره، يعني تاريخ كبير كيضم واحد المتحف وغني من الاحداث. يعني اللي بغى يعرف التاريخ ديال البلاد ديالو فراه ضروري يزور هذا المتحف هذا الصراحه. وهذا كل صوره فراه عندها النبذه ديالها تحت منها، وعندها تاريخ ديال الحكم، بحال مثلا المولى زين العابدين بن اسماعيل فراه حكم من 1741 ل 1757. يعني الصوره كتعطيك فتره ديال الحكم ديال هذا المولى، وكتعطيك نبذه على التاريخ ديالو. ولكن حنا غناخذوا غير مقتطفات حيت ما غاديش يساعدنا الوقت، ولكن الا بغيتي تتعرف اكثر على هذا الشيء فراه ما يمكن لك الا تزور مدينه ديال ابو الزار مرموشه. الصراحه اللي مدينه غنيه بزاف. انا دوزاتني منها غير الطريق، ولكن ملي جلست فيها هاد يومين اكتشفت بزاف ديال الامور اللي ما كنتش عارفهم على التاريخ ديال المغرب. صراحه حنا كنا كنعرفوا في التاريخ ديال الدوله العلويه كنا كنعرفوا من مولاي عبد الحفيظ بن الحسن، مولاي يوسف بن الحسن، يعني هاد التاريخ كامل فراه كنا جاهلينو كما كتشوفوا. كما قلت لي 24 صوره، ياك 22 صوره مرورا بالمغفور له محمد الخامس بن يوسف، ومغفور له جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله، وصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. والرواق الثاني هو رواق الحركه الوطنيه والمقاومه وجيش التحرير. كاين الرواق الاول هو صلاه الملوك الدوله العلويه الشريفه، الرواق الثاني هو ديال المقاومه وجيش التحرير. يعني كاين مجموعه من الصور منذ توقيع معاهده الحمايه في 30 مارس 1912، يعني جميع الصور اللي كتدل على الرموز والابطال المقاومه والمعارك والاخرين والاحداث اللي عرفتها التاريخ ديال الحركه الوطنيه. مثلا تقديم وثيقه المطالبه بالاستقلال، الظهير ديال 16 ماي 1930، برنامج الاصلاحات الى اخره. وهناك يعني مجموعه من الصور، مثلا عسوبه سلام ومعركه بوغافر، البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، يعني بطل معركة أنوان 1921 يوليوز 1921 إلى آخره. يعني مجموعة من الرموز ديال المقاومة والأحداث اللي عرفتها الحركة الوطنية إلى آخره. يعني هذه الصور ديال زيارة تاريخية إلى طنجة، يعني اللي كانت في شهر أبريل، أمير يعني 9 أبريل 1947. كما كتشوفوا الاخوان فرهنا كل صوره كتحمل وراها واحد التاريخ كبير وكبير بزاف، ما يمكنش لينا حنا نختزلوا في دقائق. ولكن راه مثلا الا جيتي دخلتي غير هذه الصوره فراه التاريخ ديالها راه كبير، وعنده مجموعه ديال الامور ومجموعه ديال الخبايا اللي غير مثلا غير هذه الصوره فراه ممكن لك دير عليها فيديو في ساعه باش تشرح زياره تاريخ الصوره، زياره تاريخيه لطنجه في 9 أبريل 1947. راه يعني ايام قليله عاد احتفلنا بهذه الذكرى ديال الزياره ديال السلطان محمد الخامس الى طنجه. كما كيعرف الجميع ان المغرب تعرض، يعني كانت منطقه سلطانيه ومنطقه خليفيه، منطقه كتخضع للحمايه الاسبانيه منطقه الشمال، ومنطقه الوسط منطقه الشمال والجنوب، والوسط يعني خضع للحمايه الفرنسيه، وطنجة كتخضع للحكم الدولي. طنجة كانت كتخضع للحكم الدولي. معلومة مهمة. إذن باش يبرز على وحدة يعني الدفاع على وحدة المغرب،
قام السلطان محمد الخامس بزيارة طنجة مخترقا الحدود الوهمية ما بين مناطق ديال الخضوع للسيطرة الفرنسية والإسبانية. مشى يعني ذهب برا وقطع الحدود وتم إلقاء مجموعة من الخطب في مدينة طنجة ليعبر على وحدة المغرب ولمساندته لوثيقة المطالب بالاستقلال اللي رفعتها الحركة الوطنية وللتعبير عن الهوية المغربية وعن الهوية العربية وانتحامه وتشبثه بالهوية المغربية وبالدين الإسلامي، حيث ألقى خطابا يوم الجمعة بنفسه أمام يعني الجماهير وأمام السكان مدينة طنجة ليعبر على إمامة المؤمنين، كتبير على أنه أمير المؤمنين في جميع تراب المملكة. إذن هذا الحدث ولا هذه الصور هذه تدل على حدث تاريخي بارز عرفه المغرب في إطار الدفاع عن وحدته الترابية. يعني كما كتسمعوا الإخوان، فرا الوحدة ديال الترابي، الوحدة الترابية ديال هذه البلاد، فرا الناس قاوموا على قبلها وغامروا وجاهدوا باش حنا كنكونوا كننعموا بهذه الوحدة الترابية وكنعيشوا في أمن وأمان وسلم وسلام. يعني راه ناس ضحاوا بالأرواح ديالهم، ضحاوا بالوقت، ضحاوا بالمال، ضحاوا بالعائلات ديالهم باش حنا نلقاو الظروف اللي موفرة لنا، وباش نلقاو حنا دابا هاد البنية التحتية اللي كندورو فيها وكنشوفوا هاد المتاحف اللي في بلادنا. يعني كرسالة خصنا نحافظوا على هاد الشيء باش تاني يجي الجيل اللي ورانا ويجي وليداتنا تما يستمتعوا بهاد الشيء ويعرفوا هاد الثقافة. وهذا ميساج للإخوان كاملين. بالنسبة لهاد دابا هاد الصور كاملة يعني مقاومة، يعني أنا قلت لك المقاومة والحركة الوطنية. إذا الرموز للمقاومة مراحل ديال عرصة المقاومة، المقاومة المسلحة الرموز ديالها محمد بن عبد الخطابي وعسوب إسلامي إلى آخره، وحموز زياني إلى آخره. والحركة الوطنية الرموز ديالها هي وثيقة المطالب بالاستقلال وتقديم البرنامج الإصلاحات إلى آخره. وكاين المقاومة المسلحة اللي عرفها المغرب 1955 اللي كانت الانطلاقة ديالها من إيمو الزربوشة، انطلاقة ديال المقاومة ديال جيش التحرير بشمال المملكة كان بإيمو الزربوشة بتاريخ يعني 1 أكتوبر 1955. فاتح أكتوبر 1955 كانت الانطلاقة ولا ديال هاد الثورة. يعني عرفت أحداث، والأحداث راح ضحيتها أزيد من 26 شهيد اللي احنا مش نشوفوا الصور ديالهم. هذا اللي اعطى لهذا المنطقه واحد الرمزيه تاريخيه نظرا لتضحيات الجسام الذي قدمه يعني ابناء هذه المنطقه في سبيل الاستقلال، في سبيل معركه الاستقلال والوحده الترابيه. هالصور هذو اللي كتشوفهم بهذا اللون المغاير هذو كلهم شهداء ديال ديك المعركه اللي قلت لك فاتح اكتوبر 1955. هذه صور ديال المقاومين ديال الاقليم بولمان، صور ديال الاقليميين، ديال صور المقاومين ديال اقليم بولمان. ويعني كنشوفوا يعني مساهمات المراه بحال هذه الصور هذه، مساهمات المراه من خلال تقديم الدعم للرجال في المعركه وتقديم التمريض يعني والعنايه بالمقاومين وتقديم الاخبار. اذا كانت كتقوم بواحد الدور اساسي يعني في هذه المعركة. وهذه الصور تعبيرية على إذا كان الرواق الثالث اللي ما شفناش، الرواق الثالث هو رواق الذاكرة المحلية. رواق الذاكرة المحلية يرمز لمساهمة أبناء المنطقة يعني في معركة التحرير، يعني ويرمز للمعيش اليومي من ملبس ومأكل، يعني أدوات ديال الطبخ وأدوات ديال المأكل والمساهمة من خلال يعني الأسلحة البيضاء إلى آخره. وهذه قنابل قنبلة يدوية اللي كانوا كيقوموا بها المقاومين من أجل إنزال الرعب في المستبد إلى آخره. وهناك بطائق، هذه بطائق
بطائق تعريفيه بالمقاومين بحال دابا كما كتشوفوا الاخوان فراه هذيك الوقت ما كانوش المعدات وما كانوش متوفرين الاسلحه. يعني هذوك المقاومين رحمهم الله فراه كانوا هما كيصنعوا اسلحه يدويه باش كيرعبوا العدو وباش كيحاربوه. واللي صار انتباه ديالي هو دور المراه المغربيه في المقاومه. صراحه اول حاجه صارت انتباه ديالي انني شفت صور ديال النساء من المقاومين، وهذه هي المراه اللي بغيناها تكون مغربيه مقاومه حره. وتحيه للمراه المغربيه، وتحيه لهاد المقاومين كاملين، فراه هادو فيهم جدودنا، فيهم والدينا، فيهم التاريخ ديال المغرب من نهار تاسس الى يومنا هذا. هادو هما الاواني اللي كانوا كيستعملوا، هي الاواني اللي كيستعملوا، يعني ادوات ديال الطبخ، ادوات ديال الاناره، ادوات باش كيصنعوا الملبس، يعني ادوات ديال الصوف كيخدموا الصوفة، يعني المنطقه كتعرف. هادو الضوء، يعني لمبه، ربما هذا مشط. صراحه هذاك الشيء تاريخي، شيء زوين بزاف. هذا صوره تذكاريه للمركز، هذا النيس اللي فاش رحنا للمركز اثناء يعني الصور اللي فضاء الذاكره التاريخيه للمقاومه وجيش التحرير بالمباراه فتره الاستعماريه. يعني هذه الصوره الاخوان فراه كتشهد على فتره الاستعمار، يعني غير هذه الصوره فراه عندها واحد التاريخ اللي كبير وكبير بزاف. تعزيزات العسكريه الفرنسيه هذه فاش تم الهجوم، يعني وقعت هذه الانتفاضه ديال اكتوبر 1955، استنجدت القوات الاستعماريه من خلال طلب التعزيزات، طلعوا من صفرو ومن فاس، ها هما في طريقهم الى ميوزر موشا في منطقه تسمى سرغينه. يعني في المدخل ديال عجيش عليها سرغينه. اذا هنا التعزيزات هي قادمه من يعني من مختلف المدن وخصوصا فاس وصفرو لتقويه هذه الهجومات للدفاع عن المستعمر. هذا المقاوم عباس المسعدي، هذا المجاهد عباس المسعدي اللي كان من بين المؤسسين ديال جيش التحرير بشمال المملكه، ومعاه النيت خدات الخاليه بإيموزر موشا، تنسيق مع هذا المؤسس، هذا المقاوم المجاهد اللي اسس المقاومه جيش التحرير بشمال المملكه، معاه كاين تم التنسيق، عضو بارز الى اخره. هادو صور تذكاريه للمقاومه، المقاومين خلايا جيش التحرير. ومن بعد هذا حصول المغرب على الاستقلال، قام جيش التحرير بالجنوب، فقام بمجموعه من المعارك، يعني في 1955 1956 قام الجيش التحرير بجنوب المملكه للدفاع عن وحده البلد. هذه صوره تذكاريه لعوده بطل التحرير والاستقلال الملك محمد الخامس الى من الملفى الى ارض الوطن في 16 نوفمبر 1955. اذا فهاد الصور هادي يعني الانخراط ديال جيش التحرير في الجيش الملكي. الجيش الملكي من بعد المهمة الأساسية اللي علاش تحدد هاد الجيش التحرير انتهت، كان لابد من الانخراط في مؤسسات تنظيمية، وكان الانخراط في مؤسسة الجيش التحرير، المؤسسة ديال الجيش الملكي. هادو صور تذكارية من بعد حصول المغرب على الاستقلال. إذا كما قال المرحوم محمد الخامس، الآن انتهينا من الجهاد الأصغر اللي كان هو المقاومة إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو البناء والتشييد. فهادو صور تذكارية لبناء طريق الوحدة، طريق الوحدة اللي كتربط ما بين تاونات والحسيمة، يعني في منطقة جبلية ومنطقة وعرة، يعني وتم تأسيس ديال هاد الطريق،
يعني بانطلاق يعني من خلال سواعد ديال ابناء المنطقه. اذا تعلن اول النشاط التضامني ما بين المغاربه هو هذا بناء الطريق في 1957، وهذه صوره تذكاريه للملك المرحوم الحسن الثاني وهو يساهم بدوره في بناء هذا الطريق. كما شفتوا الاخوان فراه هذا الوقت اللي يشيدوا الناس الطريق فراه ما كانت لا معدات لا تقنيات حديثه لا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا في الصوره فراه الراحل الحسن الثاني رحمه الله ساهم بيديه في بناء هذا الوطن الشريف اللي تنستمتعوا به وبهذه الطرقات اللي كنعيشوا فيها حنايا وكنستعملوها لتسهيل الحياه اليوميه ديالنا. فراه كنتمنوا لهاد المقاومين كاملين الرحمه والمغفره وكنتمنوا لهم الجنه ان شاء الله. كما كتشوفوا كما هذه الصور ديال المسيره الخضراء. المسيره الخضراء في السنه نوفمبر 1975 اعطاء هذا خطاب ديال اعطاء المسيره من طلقة المسيره الخضراء. فراه كنشكروك بزاف على هذه المعلومات القيمة اللي عطيتينا، الصراحة غنيتي لينا هاد التجربة وهاد الجولة إن شاء الله، وهاد التعريف اللي عطينا للمنطقة، فراه غنيتي لينا بهاد المعلومات القيمة، وكما تيبان لي فراه هذا هو اللباس التقليدي ديال المنطقة، يعني كيعتمد على الصوف، لأن المنطقة كانت يعني عندها إنتاج ديال الصوف، لأنهم الغنم يعني ما تيبين ان هذا المتحف راه شامل، تيعطيك التاريخ ديال المنطقه، كيعطيك التاريخ ديال المقاومه، كيعطيك حتى الانتاج ديال المنطقه شنو كان كينتج من ناحيه الصوف، من ناحيه بزاف ديال الامور. الصناعه التقليديه الصراحه هذا اللقاء زوين بزاف دوزناه مع الاخ. كنشكروك على هذه المعلومات القيمه. مرحبا. وكنتمنوا لكم مزيد من التوهج ان شاء الله، كنتمنوا لكم استمراريه، وكنتمنوا لهذه المدينه المزيد من التطور. وصراحه فراه هذه المدينه كتستحق بزاف ديال الامور اكثر من هكايا، والمعالم ديالها كتستحق المزيد من الترميم. كمثال فراه العين السميه ديالها فوق عين راس العين فراه واحد المنطقه هي اللي رائعه بزاف، منطقه سياحيه محضه 100%. يعني كنتمنى من المسؤولين يلتفتوا بحال هذه المناطق السياحيه ويتم الترميم ديالها ويتم تعبيد دوك الطرقات باش حتى الناس اللي كيمروا من هنايا يوجدوا ظروف راحه، يوجدوا مقاهي، يوجدوا بزاف ديال الامور. وكنشكروك بزاف على هذا الفيديو. شكرا. وتشرفنا بالكلمه ديالك طيبه وشكرا بزاف. شكرا. وكنتمنى لكم الدعم، وكنتمنى لكم زياره موفقه، وكنتمنى الزياره تكون متتاليه، يعني تابع زيارات، وهذا يعني تعبيو الميساج ديالنا لجميع الزوار ديال المنطقه. ومرحبا بالجميع. وبالنسبه لهذا المتحف الاخوان فراه كيتوفر حتى على مكتبه اللي كتحتوي على كتب مدونين فيها التاريخ ديال هذوك الصور كاملين اللي شفنا، كما غادي يشرح لنا الاستاذ على هاد الكتب هادو كل فرع وفاش متخصص. اذا مكتبه الذاكره، يعني مكتبه فضاء الذاكره التاريخيه للمقاومه والتحرير بإيمو زرموشة كباقي الفضاءات يضم الموسوعات الحركه الوطنيه والمقاومه جوج التحرير، يعني اللي قامت المندوبيه الساميه على العاتق ديالها لتدوين وتوثيق كل ما له صله من معارك ورجالات ورموز ديال المقاومه ليبقى يعني لفائده الاجيال القادمه والباحثين. كاين مجموعه المؤلفات والاطراح، اللي كتهتم يعني بالتاريخ. كاين مجلات الذاكره الوطنيه، مجلة الذاكرة الوطنية، كاين يعني كتاب الطفل هو كتيب صغير يعني يباع بثمن رمزي لفائدة الأطفال لتوثيق هذه المعارك والأحداث اللي عرفها المغرب خلال فترة من الكرة.
وكاين المكتبة فيها جزء البيع وفيها جزء القراءة والاطلاع. يعني المكتبة والاطلاع يعني كتحتضن التلاميذ وكل الراغبين يعني في التزود من هذا الكنز من هذا التراث. كما شفتوا الاخوان فراه كاين واحد القاعه هنايا، يعني يمكن التلاميذ كيجيو هنا ياخذ الكتاب ديالو ياخذ سميتو ويبرك يقرا. كيكونوا اجتماعات هنا، كيداروا اجتماعات هنايا. وبالنسبه للكتب فراه كاين واحد الفئه معروضه للبيع بواحد الثمن رمزي. الا بغيتي تثقف بالتاريخ ديال البلاد ديالك وتعرف بزاف ديال الامور، وكاينه واحد الفئه اللي هي ملك المكتبه، كتجي هنايا كتقرا الكتيب ديالك في امان الله وتتوكل على الله. يعني كل شيء متوفر، اي حاجه وخصاتك هنا فراه غادي تلقاها في هذه المكتبه. كما كتشوفوا فراه مكتبه غنيه، فراه هذه المكتبه كتعتبر كنز وطني ملك لاي مغربي. الشاحنه كترجع للعائله ديال الدخيسي بالمس مرموشه، المس مرموشه اللي ساهم حتى هو بدوره في هذه الملحمه ديال استقلال الوحده، حيث كان كيجيب المواد الغذائيه من فاس والدار البيضاء، من فاس والدار البيضاء لتزويد هذه المنطقه بالمواد الاساسيه. ومن خلال هذا اللقاءات، من خلال هذا السفر الى مدينه الدار البيضاء والى مدينه فاس، كان فرصه للقاء يعني بزعماء الحركه الوطنيه وتشبثه، يعني تشبث يعني اصحاب هذه الشاحنه بالمبادئ والقيام ديال المقاومه وجيش التحرير. كذلك قام بنقل المقاومين من ألبس مرموشة إلى إيموزار مرموشة للمساهمة في معركة ديال فتح أكتوبر 1955. يعني قام يعني نقل المقاومين يعني من ألبس مرموشة لإيموزار مرموشة ليساهموا في هذه المعركة اللي وقعت. يعني اللي كيرسخ هو أن الشاحنة فراه عندها تاريخ تاهية، وتاهية ساهمات في المقاومة وساهمات في التحرير ديال الوطن ديالنا الحبيب. واول حاجه كتثير الانتباه ديالك منين تدخل من الباب فراه هي هذه الشاحنه التاريخيه. كما كتشوفوا فراه حاطين في هذه البلاصه وعطينا واحد الرونق، كتعطي هي واحد الرونق رائع، وكتبين لك باللي هذا المكان كيدل على شي تاريخ قديم. كتكتشفوا من بعد منين تدخل القاعه ديال العرض ومنين تدخل القاعه ديال المكتبه. زائد توفر هذا المعرض على هذا الشخص الطيب القلب اللي كيعطيك معلومات قيمه، خاطر ديالو مفتوح، كيزيدك شي حوايج انت كاع ما كنتي دايرهم في الحسبان. فراه كنقدم ليه التحيه من هذا المنبر، وكنقدم ليه الشكر، وكنقدم الشكر لجميع القائمين على هذا المتحف هذا، وكنقدم الشكر للسكان كافه ديال إيموزار مرموشه. وغادي نتوكلوا على الله ان شاء الله ونشدوا الطريق ديالنا للمدينه او منطقه. زياره موفقه وسعيده، ونتمنوا لك النجاح. وشكرا الله، شكرا بزاف.